بيلعب لعفروتو في اليمين، بيحاول يلحق عفروتو، لحق عفروتو مكمل في نص ملعب اتحاد شرطه من ناحيه اليمين. مصطفى عفروتو بيقرب عفروتو، هيلعب مع مين؟ اعتمد على نفسه ومر من نص اثنين، وسع عايز يسدد، تسديده وهدف التعادل، هدف بشكل شخصي، اعتمد على نفسه تقريبا من نص الملعب. مصطفى عفروتو يدخل من ناحيه اليمين ويقطع من نص اثنين ويصلح من على حدود 18 ويسدد تسديده قويه جدا يتعادل بها ويروح يبوس من نص الملعب. قلنا هيلحق ولحق وكمل من ناحيه اليمين ومر واعتمد على نفسه، ما لعبش مع حد من زمايله، اعتمد على نفسه وثقته عاليه، مر من وسط اثنين وكمل وخاف صلاح ريكو ونعمل معاه الفاول عشان كده بعد عنه، هو مر وسدد تسديده قويه وسجل.